لقد فعل مهرجان عيش سوريا بماراثون جماهيري حمل اسم أحب اللاذقية بمشاركة جماهيرية كبيرة. تضمن خط ماراثون عروض رقص المشاركون بإيجابية لتكون في النهاية مكانا لإقامة حفل فني كبير أحياه نخوة من الشباب الموهوبين عروضا مميزة في العزف والغناء الشرقي والغربي. هذه رسالة تنطلق من اللاذقية اليوم لتؤكد العالم أجمع أن سنوات أمام الحرب الدموية لن تثني الشعب العربي السوري عن مسيرة الحرب. ولو بشكل آخر من خلال هذا الماراثون. ماراثون كتير حلو، هذا بعبر عن فعالية كتير حلوة، وهذا بيأكد انه بلدنا لساتها عايشة بأمان ونحن رح نستمر. حابين نأكد انه نحن رح حابين نرجع الفرحة لسوريا، رح حابين نذكر سوريا، نذكر بسوريا ايام ما قبل الأزمة. نحن رسالتنا مهرجان عيش سوريا سيجول مختلف المحافظات السورية بهدف زرع الفرح والبسمة وعكس نبض الحياة والإرادة لدى جميع السوريين.